قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لما علم المسلمون في المدينة بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يغدون كل غداة لانتظاره، فما يردهم إلا حظ الظهيرة، وإنه طال انتظارهم يوما. فلما آووا إلى رحالهم إذا بيهودي إذا برجل من يهود قد أشرف على أطام من أطام المدينة، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيضا يقطع دونهم السراب، فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فسار الأنصار إلى السلاح، وسمعت الرجة والتكبير في أنحاء المدينة، ولم يفرح المسلمون بشيء فرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله، واجتمعوا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل دار من دور الأنصار يمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن ينزل عنده، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حتى وصلت إلى الموضع الذي إلى موضع مسجده صلى الله عليه وسلم فبركت عنده، فلم ينزل عنها حتى نهضت وصارت، ثم رجعت إلى موضعها الأول ثم بركت، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: داري يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذه بابي. وأخذ رحله ودخل وأخذ برحل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. ودخل دار أبي أيوب
وفاز أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بضيافة خير البشر صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ما هي إلا أيام قلائل، ويقدم علينا ضيف بحجم هذا الضيف الذي قدم المدينة، وما أشبه قدومه بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تغير منها كل شيء، تغير منها اسمها، كانت يثرب فصارت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصارا يقال لها المدينة، وصارت طيبة. وما أدراك ما طيبة؟ طاب منها كل شيء، طابت بساكنها صلى الله عليه وسلم، وكذلك قدوم رمضان يشبه قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اسم عظيم لشهر عظيم، فما إن يقدم إلا يتغير أيضا كل شيء، تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة الثمانية، ويزين الله عز وجل جنته للمرحومين وللمغفور لهم وللمعتوقين من النار، ويقول الله عز وجل لجنته: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم الأذى والمؤونة ثم يصيروا إليك. شهر العتق والمغفرة والرحمة لله عند كل فطر عتقاء، رواه أحمد بإسناد جيد. شهر الاستجابة والرفعة، وما من مسلم في كل يوم أو ليلة إلا له دعوة مستجابة عند الله عز وجل، رواه البزار بإسناد جيد. وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم. هذا هو شهر رمضان، وهذا هو الضيف الكبير الذي سوف يحل علينا. عقلاء الناس يتمنونه أن يحل بدارهم، والضيف مأمور بمن سينزل عنده ومن سيحل في داره، ومن حل عنده الضيف فهو المرحوم، ومن باعده الضيف فهو المحروم. فليت شعري: من منا سينزل عنده هذا الضيف الكبير، ومن الذي سيرحل عنه ويباعده ولا يقاربه؟ لكي تستقبل هذا الشهر الكريم، ولكي تكون أهلا لضيافته، سأنبيك بخمس خصال لعلك تكون أهلا لضيافة هذا الشهر الكريم. أول هذه الخصال الدعاء، والدعاء سبب لرفع كل بلية وجلب كل هدية وعطية. الدعاء أن يبلغك الله عز وجل رمضان. ليس معك صك يا عبد الله أن تدرك هذا الشهر، فالآجال مجهولة، وكم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومؤمل غدا لا يدركه. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى أنشد يقول: وكل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. تدعو الله عز وجل أن يبلغك رمضان. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يدعون الله شهورا طويلة أن يبلغهم رمضان.
فإذا من الله عز وجل عليك بقدوم هذا الشهر فادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما طوى الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. وثانيها في استقبال هذا الشهر الفرح والسرور، الفرح والسرور والاستبشار بقدوم هذا الشهر. روى أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل شهر رمضان هنأ أصحابه فقال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بقدوم رمضان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا والله الذي يفرح به خير مما يجمعون من الدينار والدرهم ومن متاع الدنيا جميعا. فاستقبل يا عبد الله هذا الشهر بنية صادقة وعزيمة أكيدة ورغبة جامحة في أن تغير الحال الذي تعيش فيه، تغير ذل المعصية وأهلها إلى عز الطاعة والعبودية، تغير ما أنت عليه من التهاون في تعظيم حرمات الله عز وجل والتقصير في طاعته، وتنوي الوصال والقرب مع الله عز وجل. ونية المرء أبلغ من عمله. قال بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. انوي الجد والاجتهاد يا عبد الله، وانوي الاستقامة على أمر الله عز وجل ونيه، وانوي العزم الأكيد على السير في طرق الصالحين ومنازل الأبرار. تستقبل يا عبد الله هذا الشهر الكريم بصفحات بيضاء مشرقة، تفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل بالتوبة والإنابة. والتوبة أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها، والتوبة هي سبب لكل خير. والله عز وجل قسم العباد إلى تائب وظالم، وليس ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، فقال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بيض صفحتك يا عبد الله بالتوبة، واعلم أن التوبة متى وفيت شروطها فإنها تشب ما قبلها. وأعظم التوبة التوبة النصوح التي لا تستثني ذنبا دون ذنب، وهي التوبة التي خاطب الله عز وجل بها أهل الإيمان في كتابه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. تستقبله بصفحة بيضاء مشرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألا تحب أن تؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما كان الأنصار؟ كل منهم يحبون أن يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دارهم، ولئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنته حية باقية بيننا. إنك يا عبد الله تؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالك متى عظمت سنته ومتى اتبعتها
ومتى دافعت عنها ونشرتها بين الناس وحاربت أعداءها من البذل الشركي والبدع والضلالات؟ بهذا تؤوي يا عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أحب إليك من أهلك ومالك والناس أجمعين. والذي نفسي بيده لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله ونفسه وولده والناس أجمعين. تفتح صفحة بيضاء مشرقة مع والديك وأهلك وولدك وأرحامك بالبر والصلة. واعلم يا عبد الله أن الرحمة لا تنزل على قاطع الرحم، وهي موصولة بعرش الرحمن عز وجل ممسكة به، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فاستقبلوا يا عبد الله هذا الشهر الكريم بتعلم أحكام هذا الشهر من فقه الصيام والقيام، حتى يسلم صومك من المبطلات والمفسدات، ولا تنتظر قدوم هذا الشهر عليك حتى تتعلم أحكامه، فإنه متى دخل عليك هذا الشهر صار فرضا عليك أن تتعلم أحكامه وتتعلم أموره، حتى تصوم صوما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس صوم اللسان والبطن فحسب، بل الصوم بمعناه الشامل، أن يصوم اللسان عن الطعام والشراب كما يصوم البدن عن الشهوات وعن المحرمات جميعا، أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. وطالب العلم لا سواء مع طالب دنيا، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الغر الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وإذا أنبأتك عن خمس تستقبل بها هذا الشهر الكريم لعلك تكون أهلا لضيافته وأهلا لأن يحل بدارك فتفوز ببركاته وتنعم بنعمه وتفوز بجوائزه، سأنبيك بخمس حوافز لاستغلال هذا الشهر الكريم. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أول حافز لك يا عبد الله الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، وإصلاح السريرة وتطهيرها من أضرانها المفسدة لكل خير ولكل بر، من الرياء والعجب والكبر والخيلاء والحقد والحسد والضغن. ومن رزق الإخلاص وفق لكل خير، ومن فقده صار مأوى لكل شر. والإخلاص دين الأنبياء والمرسلين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكم والله ممن صار في طريق الاستقامة ثم انحرف عنها لأنه لم ينطلق من أساس صحيح من أسس الإخلاص. وكم والله من مشروعات للخير تعطلت لأنها لم تبنى على ركن ركين من الإخلاص. وكم والله من نعم زالت ولم يبق لها أثر
لأنها لم تقيد بقيد صحيح من الشكر والإخلاص. فأعظم حافز لك يا عبد الله على الفوز في هذا الشهر الإخلاص العمل لله عز وجل وإصلاح السريرة. ثانيا، أن تعلم أن هذا الشهر مبارك وبركته في كل شيء، بركته في القلوب، فترى في القلوب إخباتا لله عز وجل، وترى المرء فيه دائم الفكرة، حي القلب، سريع التذكر، غزير الدمع، موصولا بالله عز وجل، بركة في القوة الجسدية. فبين أنه يقضي صيامه، يقضي نهاره صائما وليله قائما، إلا أن الصائم يجد من جسدي قوة لا يجدها في غير رمضان، بركة في الأوقات. فوالذي نفسي بيده، الموفقون فيه يعملون في ليلة واحدة منه ما لا يعملون في غير في أسبوع أو أكثر من ذلك. أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، وهذه البركة تقودك إلى الحافز الثالث، أن تحافظ على وقتك في رمضان. هذا زمان لا يشبهه زمان. من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ الثواني فيها بحساب، إذا مرت لن تعود مرة ثانية، ولا تدري يا عبد الله هل يعود عليك إن أدركت هذا الشهر، هل يعود عليك هذا الشهر مرة أخرى أم لا؟ كثير ممن شهد معنا شهر رمضان الذي مضى هو الآن في طيات القبور. سألت الله من فضله ومن جوده ورحمته أن ينزل على قبورهم الضياء والسرور والنعمة والفسحة والبهجة، وأن يؤمنهم في طياتها. أن تحافظ على وقتك، لا تضيع وقتك يا عبد الله. وإذا كنا نحن نخطط للدنيا كل يوم وكل ساعة وكل ليل ونهار، فهذا والله أولى بالتخطيط، أن تعد لرمضان خطة من الآن، أنت وآل بيتك تجمعهم وتجلس معهم وتحدثهم عن قرب قدوم هذا الضيف، وتحدثهم عن خطة للعمل في رمضان. خطط يومك من الاستيقاظ قبل الفجر للتهجد قبل الفجر، ثم السحور، ثم الذهاب إلى المسجد والصف الأول وتكبيرة الإحرام، والجلوس في المسجد إلى الشروق لتلاوة كتاب الله عز وجل حيث ما أمكنك أن تجلس، ثم العودة، ثم تخطيط باقي النهار من تلاوة القرآن وصلة للأرحام ومراعاة ومتابعة لأهل بيتك في كل ذلك، ثم تخطيط الليل من بالقيام وتلاوة القرآن والذكر. خطط يا عبد الله واستعن بالله عز وجل، واعلم أنك كلما خططت لهذا الشهر فاستعن بالله عز وجل على كل ما تدونه، وسل الله من فضله أن يعينك عليه. وكذلك مما يحفزك على هذا الشهر، أن تعلم أن هذا الشهر ليس كالشهور، له خصائص أسلفنا بعضها. وروى البزار وابن خزيمة من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت إن شهدت ألا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان، فبمن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء، وإسناده صحيح. قال: من الصديقين والشهداء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخص هذا الشهر بعبادات بما لم يخص بها غيره من الشهور، حتى أنه كان ليواصل الليل والنهار حتى يوفر ساعات ليله ونهاره، فأراد الصحابة أن يواصلوا مثله فنهاهم عن ذلك، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، لها أحاديث من ذكراك تشغلها
عن الزاد والطعام والشراب. وكذلك وأذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يوصلوا إلى السحر فقط، ليس لهم أن يوصلوا بعده. وكذلك مما يحفزك أن تعلم هدي السلف في رمضان، السلف رضي الله تعالى عنهم كانت لهم أحوال عجيبة في رمضان، ما إن يقبل عليهم رمضان حتى يغلق الحوانيت، ويقبل على المساجد وتلاوة القرآن، يطيلون القيام بالليل حتى يعتمدون على العصي من طول القيام، وما ينصرفون إلا قرب الفجر يستعجلون السحور. وتلاوتهم للقرآن، رمضان شهر القرآن. قتادة رحمه الله مثال واحد، كان يقرأ القرآن طوال العام، يختمه كل أسبوع، فإذا دخل عليه رمضان ختمه كل ثلاث، فإذا دخل العشر ختمه كل ليلتين. ومالك رحمه الله تعالى كان إذا أقبل عليه رمضان هجر كل شيء حتى الحديث، وأقبل على المصحف ويقول إنما هو لإطعام الطعام وتلاوة القرآن. هذه خمس حوافز يا عبد الله تعينك على استغلال هذا الشهر الكريم. فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن تشبه بالرجال فلاح. واعلموا يرعاكم الله أن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا للسباق بين العباد، فسبق أقوام ففازوا، وتخلف أقوام فخابوا، وهذا أوان العتق والمغفرة. فإن لم يغفر لك يا عبد الله في هذا الشهر الكريم، فليت شعري في أي وقت يغفر لك. من أدرك شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله. وإذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه، ففي أي وقت يستنير ويزهر. وشمروا يرحمكم الله عن سواعد الجد، وهلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولسان حالكم لئن الله أشهدني هذا الشهر ليرين الله ما أصنع، على ما قاله أنس بن النضر رضي الله عنه يوم بدر حين تخلف عنها، فكان الوفاء يوم أحد ببضع وثمانين ضربة. ثم اعلموا ولا تنسوا يرحمكم الله أن شهر رمضان وصيام رمضان هو تحرير لهذه النفس المسلمة، تحرير من رق الحياة ومطالبها ومن حاجات البدن ومآكله ومشاربه ومن رق النفوس وشهواتها، حتى تتحرر النفس المسلمة من كل قيد سوى قيد العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومن امتناع المسلم عن هذه الشهوات تصفو نفسه ويسكو قلبه وتخف عنه ثقلة الطين، فيحلق في الأفق الأعلى أفق الملائكة الكرام، فيقرب من العزيز والغفار. وإنك لتلمح هذا القرب في هذه الآية التي أنزلها الله عز وجل في شهر رمضان، حين سأل الصحابة فقالوا يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل ذو الجلال والإكرام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله عز وجل بفضله وجوده وإحسانه أن يبلغنا وإياكم ما مضى وأن يجعلنا من عباده المقبولين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا، واجعلنا فيه من عبادك المقبولين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأزل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، وأبدلهم خيرا منه يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحذر سخطك واتبع رضاك. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم كل إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، كلهم في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وسائر أرضك يا رب العالمين، اضبط على قلوبهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانصرهم. اللهم عليك بأعدائهم بأعدائك وأعدائهم يا رب العالمين، شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بالصليبيين واليهود والشيوعيين والقوميين والعلمانيين وجميع طوائف المارقين، شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واخذلهم في أنفسهم وبين العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر إخواننا المسلمين والمؤمنين، الأحياء منهم والميتين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ألا وصلوا وسلموا يرعاكم الله على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.